كتبدأ القصة في كولومبيا سنة 1992 وبالضبط في الدار ديال واحد المافيوزي سميتو لويس. هاد لويس كان مجرم خطير، كيقتل كيسرق كيبيع ويشرف النعناع والسكر كلاصي. وهاد اللي جالس مع شريكو فابيو كان بيناتهم شي خدمة سلاوها، ودابا جالسين كيحتفلوا بهاد المناسبة. بداو كيديو ويجيبو في الهضرة، كل واحد فيهم تيقول لاخر شحال عزيز عليه وباغي ليه الخير. في الاخير جبد فابيو واحد السادي فيه شي معلومات عطاه لويس. سولو لويس واش مازال عنده شي نسخة اخرى، قال لي فابيو واش عارفني في هاد الفعايل. صافي سيدي طيقناك، يلا طريق السلامة وتهلا ليا فراسك. ما تحرك فابيو من تما، امر لويس المساعد ديالو ماركو يتبعو صفيها لي. فابيو حتى هو عارفها باش مسقية، ما خرج من تما ركب مع الرجال ديالو في الطوموبيل وعفطا وحده للدار. ملي وصل خلاهم قدام الباب يحدا والعك وطلع كيطير. سولاتو مراتو شنو واقع، قال لي عندنا 10 دقائق طيري. ومراتو كتجمع الحوايج بد صاحبنا واحد الكارت ميموار، كارطة فيها الطابع ديال القنصلية الامريكية وقصد بنته. سمعي مزيان، ما بقاش لينا بزاف ديال الوقت. فحال هاد لقيتي راسك بوحدك، هاد الكارت ميموار هي الباسبور ديالك، قصدي القنصلية الامريكية، وري هاد البطاقة للحارس ديال الباب، وفاش يدخلك عند المسؤولين عطيهم لاكارت ميموار. ومن بعد راه غادي ياخذوك الامريكا ديك الساعه، قصدي هاد العنوان، واكتب ليها العنوان في ورقه دارها لها في جيب. وهو كيعطيها واحد السنسله قال لها باللي غادي تحميها، سمع شي طوموبيل وقفت قدام الباب. طال من الشرجم لقاهم الرجال ديال لويس، ديك الساعه خد الشنطه جر مراته وبنته وقصد الباب اللور. ولكن في الباب اللور لقى وحدين اخرين كيتسناو. هنا عرف باللي ما بقى عنده حتى شي حل من غير انه يقاتل. وهو ومراته كيجبدوا الاسلحه، تيراو الرجال ديال لويس في الرجال ديالو صفوها ليهم وبداو طالعين للدار. فالدروج لقاو هو ومراته كيتسناوهم، والدعوه غد ترون قرطاس يترعرع. الرجال ديال لويس كيتيري، وفابيو ومراتو كيردوا عليهم، قدروا يصفيوا لشي وحدين منهم. ولكن في هاد اللحظه تسال مراتو القرطاس، وهي طالعه كتجري تجيبو، تيراو فيها قتلوها قدام بنتها، مورها مباشره قتلوه حتى هو. كاتالينا في هاد الوقيته غتكون غير جالسه في بلاصتها ومصدومه من هادشي اللي شافت. ملي صفوها لباها وما دخلوا الرجال ديال لويس بداو كيقلبوا على ديك الكارت ميموار، وماركو جلس معاه يسولها عليها. بدا كيتبتها، كيدير راسو ظريف باش يخليها تقول لي فين هي الكارت ميموار، ولكن كاتالينا حتى هي مقارصه، غير شافت باها وامها ماتوا سرطاتها قبل ما يدخلوا. دارت براسها اثرت فيها الهضره ديال ماركو، بدات حتى هي كتهضر معاه، ومع ساهاش بدات موسم تحط طبله زرعات وليه في يده، وعفات. دارت صات نقزات من الشرجم وبقات علقه عليهم في الحومه. البرهوشه كانت كطير، كتنقز ليهم من سطوحه، كتدخل للديور، ما عزانيش. في نفس الوقت يكون ماركو اللي معاه تابعينها، وغيبان بلي لشدوها راه إن لله وديت دحمه. من بعد مدة قصيرة قدرات دلعهم، وحتى قال صافي فلتات وما يبانوا ليها قاصدين عاوتاني. شداتها بجري خرج قدامها ماركو وحدين اخرين، هنا ما بقى عندها حتى شي حل من غير واحد القادوس. وماركو منيش فيها مشات كطير دخلت وسطه، بغاو يتبعوها ما قدروش، بداو كيتيريو ولكن ما جات فيها حتى شي قرطاس. من بعد مدة قصيرة غنشوفوها خارجة من واحد القادوس اخر وسط المدينة. من تما تحركت نيشان القنصلية، جبدات ديك البطاقة اللي عطاها بها وراتها الحارس كيف ما قال ليها. الحارس مع شاف البطاقة طار بها عند واحد المسؤول سميتو جون. سول هذاك جون واش عندها شي حاجة ليه، دارت صبعها فما تقيات ليه فوق البيرو، وجبدات ديك لاكارت ميموار من وسط تقي عطاتها ليه. خدا هذاك المسؤول لاكارت ميموار مسحها، ومع دخلها في البيسي ديالو تصدم من كمية المعلومات اللي فيه. طلب من كاع هذوك اللي في المكتب يخرجوا، مورها مباشرة شعل الكاميرات اللي في المكتب، وبدا كيسول على باها وعلى منين جاب ديك الكارت ميموار. عاودات لي كاتالينا كاع داكشي اللي وقع في دارهم، وقالت لي بلي قبل ما يموت باها عطاها هاد لاكارت ميموار، قال لها بلي هي جواز السفر ديالها لامريكا. بالفعل مباشره من بعد ما خدات المخابرات دوك المعلومات اللي في لاكارت، حصلت كاتالينا على اللجوء وصيفطوها لامريكا. وصلت لامريكا تم خدات الباسبور ديالها واحد المبلغ صغير وصيفطوها مع واحد المسؤوله تاخذها للخيريه. ولكن كاتالينا كانت باغا تمشي لذاك العنوان اللي كتب ليها باها في الورقه قبل ما يموت، وهما خارجين من المطار طلبت من المسؤوله تاخذها للحمام. المسؤوله بطبيعه الحال ما غاداش ترفض، خداتها لي خلاتها دخلات، وبقات هي واحد الحارس كيتسناوها قدام الباب. البنت عطلات بزاف، ها هي غتخرج شويه وتخرج ووالو. عيات المسؤوله ما تصبر، في الاخير تبعاتها. دخلات كتجري للطواليت، حلات الباب لقاتها علقات من واحد الشرجم، وهي والحارس كيقلبوا عليها. غتكون في المحطه ديال الكيران كتقطع البي. سولها الموظفين باغا تمشي وراتو الورقه اللي فيها العنوان، ديك الساعه قطع لها بي لشيكاغو ورجع لها الورقه ديالها. ما جا فين يوصل ليه حتى كانت في شيكاغو. بقات سول هنا سول هنا حتى وصلت للعنوان اللي مكتوب في الورقه. لقات واحد تما عطاتها ليه، داك الساط مع شاف الورقه دخل كيطير عند الشاف ديالو ايميليو. هاد ايميليو كان مافيوزي خطير، وهو خدام كيعطي لواحد في المسمن، قال لي كاتالينا كتسول عليه. ايميليو اخر حاجه كان كيتوقع غيسمعها هاد النار هي هادي. مشى كيجري للمكتب ديالو لقاها بالفعل هي، طار عندها عنقها عنقاتو حتى هي، بدات كتبكي. وهنا غنعرفوا بلي ايميليو عمه، قال ليها بلي فرح بزاف الشافها، مورها مباشره خداها معاه للدار، ومن هاد النهار غتولي عايشه معاه هو وجداتها. كاتالينا واخا مازال صغيره، ولكن من بعد داكشي اللي وقع لوالدها حقدات، ولا الهدف ديالها هو الانتقام من هادوك اللي قتلوه. واحد النهار وعمها داها للمدرسه قالت لي بلي ما بقاتش باغا تقرا. سولها على السبب، قالت لي انا باغا ننتقم والقرايه ما عندها فاش تعاوني. اسمع ايميليو هادشي جبد سلاح وبدا كيتيري في كاع البلايص، ضرب الديور ضرب طوموبيل فرقعها، والدعوه غترون. مورها
مباشرة قال كاتالينا بلي بها الطريقة كيتصرف القاتل الأمي، وإلا كنتي حتى انتي فحال هكا كنأكد ليك بلي من بعد سنوات قليلة غادي يصفيوها ليك وما عمر كتقدري تنتقمي. هنا فهمت كاتالينا بلي باش تولي قاتلة محترفة خاصة تاخد لاباز من المدرسة، موراها مباشرة خدات الشكارة ديالها وتحركت. دازت 15 عام، واحد الصباح في كاليفورنيا كانوا جوج ديال الضباط كيشربوا قهوه مع اليوم ما بيهم حتى دخلت فيهم واحد الطوموبيل. صحابنا ما عرفوا راسهم باش تبلعوا، مور هادشي مباشره نزلت واحد البنت سكرانه من الطوموبيل، والضباط كيعتقلوها بتهمه السياقه تحت تاثير الكحول. غنشوفوا عندها السنسله اللي عطى فابيو لبنته، ومن خلالها غنعرفوا بلي هاد البنت هي كاتالينا. هاي هاي على البرهوشه، وبيني وبينكم والله الا ولات قنبوله. من تما خداوها نيش الكوميساريه، قلبوها ما لقاو عندها حتى شي ورقه كتبين الهويه ديالها. حاول الضابط يستجوبها، هي يسولها شكون هي، ولكن ختنا كانت بيله ويلا كتقدر تحرك راسها. ملي شاف راسه وخا يجلس معاه النهار كامل ما غيجبد منها والو، قال لهم يهبطوا حتى تفيقوا يعاودوا يجيبوها لي. من بعد ساعات قليله على اعتقال كاتالينا، غنشوفوهم مدخلين واحد المجرم سميتو جينارو لنفس الكوميساريه. هبطوا وسدوا عليه فواحد الزنزانه وخلاو واحد حارسه وتحركوا. نمشيو للزنزانه اللي محبوسه فيها كاتالينا، حط لها الحارس القهوه وتحرك. فاقت في حيلة عمرها كانت سكرانه، وغيبان باللي كاع داكشي اللي دارت كان غير تمثيل باش تدخل لقسم الشرطه. ضربات واحد اللبسه ضيقه كانت ضربها تحت الكسوه، حيدات البيريك وقصدات الباب، جبدات مشبك الشعر اللي دايره حلاته به، خرجات الكول ورق لبات الكاميرا جيت الحيط باش ما يشوفهاش الحارس اللي في غرفه المراقبه، وخذات الملعقه من الكاس ديال القهوه وتحركت نيشان لغرفه الكهرباء. فتحات ديك البلاصه اللي كيتحكموا منها في المراوح ديال التهويه، لصقت ملعقه فوق الزر اللي كيطفيهم، موراه عمرات واحد الكوبلي، فتحات فتحه صغيره من التحت وحطات يقطر فوق. ما دارت هادشي تخشات في الفتحه ديال التهويه قصد الطواليت، وهي كتمشى وسط القنوات غتكون الملعقه قريبه تعمر بالماء. مع وصلت حدا الفرفار عمرات الملعقه بالماء طاحت على الزر طفاتها، هكا قدرات تدوز من خلالها ووصلت بسهوله للطواليت. تما بقات عاصره على الحارس اللي حاضي الزنزانه ديال جينار. بالفعل من بعد مده قصيره بان له داخل، وهو كيقضي حاجته خرجت وقفت موراه، ومعها دار دارت ليه ديك الرهق، جات فيه بركله الراس غيباته ووقفته قدام الباب ديال الكولوار اللي فيه زنزانه جينارو. الحارس ضرب عليه واقف ما شكش بمره، برك على الزر حل لهم الباب. ديك الساعه جراتو كاتالينا من قدام الكاميرا باش ما يشوفوش، وخدات الفردي ديالو ودخلت على جينارو. افيق فيق ابو قوس، جينارو ملي حل عينيه ولقاها واقفه عليه برد ليه الماء في ركابي، ما جا فين يغوت حتى صيفطات ليه جوج قرطاسات قتلاته وعفات. الضباط اللي في المركز سمعوا صوت القرطاس هزوا الاسلحه ديالهم وقصدوا الزنزانه ديال جينارو. وصلوا لتما لقاوه ميت بجوج تيرات من السلاح ديال الحارس. الضباط في الاول حساب ليهم هو اللي قتلو، ولكن ملي دخل رئيس الضباط للزنزانه والقمر صوم اللي ورده في صدرو، عرف شي حد اخر هو اللي صفاها ليه، وديك ساعة المرجال ديالو تفرقوا في الكوميساريه يقلبوا عليه. شي طلع للسطاح شي خرج برا، وهما كيقلبوا غتكون كاتالينا كتسلت من حداهم بلا ما يردوا ليها البال، وغيبان بلي دربات مزيان في السنوات اللي فاتوا. رجعت بنفس الطريقه اللي خرجت بها من الزنزانه، وملي مشاو الضباط يشوفوها لقاوها بدلات حوايجها ونعسه في بلاصتها في حيله حتى شي حاجه ما وقعت. هذا روسمان ضابط في الاف بي اي، مع وصلوا خبر الطريقه اللي مات بها جينارو والعلامه اللي خلى القاتل في صدره، جا كيطير يبحث في القضيه. وهنا غنعرفوا بلي كاتالينا دارت 22 عمليه قتل بحال هادي، وديما كانت كتخلي نفس العلامه في الضحايا ديالها، وهو حدا الجثه ديال جينارو غتكون كاتالينا مازال كتمثل على البوليس. من بعد ما بحثوا معاها قال لها الضابط من هنا 10 ايام غدوز قدام القاضي على قبل السياقه تحت تاثير الكحول، وخذ ليها البصمات ديالها وخلاها مشات. مع خرجت من الكوميساريه حيدات واحد اللي قاد عندهم نفس اللون ديال اليد، وهنا غنعرفوا بلي كاع البصمات والمعلومات اللي عطاتهم كانوا غالطين. من تما تحركت نيشا لواحد الحمام عمومي بدلات حوايجها، اتصلت بعمها ايميليو وقالت ليه بلي كملات المهمه ومن هنا يومين غترجع، وجدات الكار خرجت من المدينه. في هاد الوقيته يكون الضابط روسمان تيقول لواحد من الضباط اللي معاه بلي هاد القاتل كيحاول يوصل شي رساله من خلال دوك الرموز اللي كيخلي في الضحايا ديالو، داكشي علاش خاصهم يخرجوا الرمز للصحافه باش توصل الرساله للمعني بالامر. الشخص اللي باغا كاتالينا توصل ليه الرساله هو الواس اللي قتل باها، واللي مؤخرا تحول يعيش في امريكا وبالضبط في نيو اورلين. صباح غنشوفوا عامل المخابرات ستيفن داخل الدار، سلم على المساعد ديالو ماركو ودخل عنده. هنا غنعرفوا بلي من بعد مجموع عليه المخابرات بزاف ديال الادله، خلاوه يخدم معاهم كمخبر في بلاصه انهم يعتقلوه. سول ستيفن شنو سبب هاد الزياره، لحن الجورنال اللي فيه الرمز اللي كتخلي كاتالينا في الضحايا ديالها. داك الرمز كان هو السينياتور اللي كان كيستعمل بواه، داكشي علاش ما شافو لويس عرف هي اللي مور كاع الجرائم. وكيتحرك ستيفن غوت المساعد ديالو ماركو سمعوا الهضره مزيان حيت هو اللي خلاها فلتات شحال هادي، وامروا يصلح داكشي اللي دار. نمشيو لمقر الاف بي اي، قال روسمان للرجال ديالو بلي المجرم اللي تيقلبوا عليه تيقتل غير المجرمين المطلوبين، موراه عطاهم اسماء كاع الاشخاص اللي كانوا بايتين في الكوميساريه الليله اللي تقتل جينارو، وطلب منهم يبحثوا ليه عليهم. هذا داني رجع لدارو لقى كاتالينا كتسناه تما، وهنا غنعرفوا بلي مده طويله هو معاه في علاقه، ولكن واخا دوز معاه بزاف وبقاو ليهم غير الدراري اللي ما داروهمش ما كيعرف عليها حتى شي حاجه. سميتها هي الاخرى كاتبع عليه فيها، مع شافته مشات كتجري عن نقاته ونعيش غيرك فيه. دوزوا الليله بجوج، والصباح مع فاقت بدلات حوايجها ومشات تلاقات عمها ايميليو في واحد المسبانه. مع وصلت عنده بدا كيسمع الهضره، وغي
يكون حتى هو يلا عارف من الجورنال بلي كتخلي السينياتور ديال باه في الضحايا باش توصل لويس. هي يغوت عليها حاول يفهمها بلي الا كملات فهادشي غتحطو في خطر هو وجداتها، ولكن كاتالينا معكسه وكدير غير اللي في راسها. خدات من عنده معلومات على الهدف الجاي اللي كان واحد المافيوزي مبطبط ودعاته وتحركات. نرجعو عند المحقق اللي مكلف بالقضيه ديالها، وهو كيشوف السينياتور اللي كتخلي في الضحايا شاف واحد من عمال النظافه قال ليه كاتالينا. كيفاش ديك الزهره اللي في الصوره سميتها كاتالينا ياك؟ باش عرفتيها؟ قال ليه مراته من كولومبيا وديك الزهره كتنوض غير تما. مشى العامل ديال النظافة بغى الضابط يبحث على اسم كاتالينا في الملفات ديال المخابرات، ولكن لقى كاع الملفات اللي عندهم علاقة بهاد السمية مسدودين. صباح غنشوفو كاتالينا داخلة عند جوج كلاب مربيها. الكلاب كان فيهم الجوع بزاف، ولكن واخا هكاك ما قربوا الماكلة حتى قالتها ليهم، وغيبان باللي مربيين مزيان وعقلوا على هاد الكلاب حيت مازال غادي يرجعوا ليهم. من بعد ما عطاتهم كلا ودازت لواحد الكوفر فور خدات باسبور من الباسبورات المزورين اللي عندها، وجدات طريق للمكسيك تصفيها لداك المبطبط. المبطبط كان عايش ليك الحياة، الفيلا، بيسين مربي فيه سمك القرش، العنصر النسوي كيتسركل في الدار، لا لا زعما ميش. في الليل امر الرجال ديالو يزيدوا الحراسة في الفيلا، ودخل سد عليه في بيته مع دوك البنات، والحراس اللي زادوا كينزلوا من الفرق، وخرجت كاتالينا من تحت سلسلة الفيلا. في الليل معها غتقطع الرجال غنشوفوها داخل الغرفة ديال المبطبط. من بعد مدة قصيرة المبطبط ضرباتو الفايقة، لقى مرسوم عليه السينياتور ديال كاتالينا في صدره، فهاد اللحظة ما عرف راسو باش تبلى. خرج كيجري يعلم الرجال ديالو لقاهم كاملين طايحين، شي مكسل هنا، شي مكسل ليه، وكل واحد كيفاش مقتول. هنا ما بقى عنده حتى شي حل من غير أنه يدافع على راسو براسو. هز جوج فرادة من حدا الحراس اللي ميتين، وخرج يقلب شكون دار هادشي. بقى دور هنا، دور ليه، ومع وصل فوق الحوض ديال أسماك القرش، خرجت كاتالينا موراه تيرات فيه للرجل طيحاته وسطو، وخلاتهم كيقصوا فيه وتحركات. عامل المخابرات ستيفن ملي وصلوا خبر موت المبطبط سخط، وهو مازال كيفكر فشي حل لهاد الروينه اللي دايره كاتالينا باش توصل لويس. اتصل بيه الضابط روسمان سولو علاش المخابرات سدي المعلومات اللي عندهم علاقه بزهره كاتالينا. رد عليه ستيفن بلي دوك المعلومات سريه وما يقدرش يقولهم ليه في التليفون، ومع قطع معاه اتصل بماركو قال ليه الاف بي اي تيقلبوا في البلان وامروا يلقى شي حل لهاد كاتالينا في اسرع وقت. ماركو مع قطع التليفون مع ستيفن، خدا معاه فريق ديال القتله الماجورين، وشط طريق لكاليفورنيا يقلب على كاتالينا. في اللي رجع دانيال دارو لقى كاتالينا موجوده ليه العشاء وكتسناه. بداو كيديو يجيبو في الهضره، شويه بدات ختنا كتزريط وهي بغات وقفها داني طلب منها تعاود لي شويه على راسها. والقطب الشمالي واكل شارب عايش غيرك فاهم، ليش باغي تعرفها؟ المهم سالات الليله والصباح غنشوفو داني فايق بكري طيب ليها الفطور. قبل ما يفيق خذا ليه واحد الصوره يبقى يتفكر بها. صاحبنا كان عوال غادي يفطروا بجوج وغيدوزوا وقت زوين عاوتاني، ولكن ملي فاقت قالت ليه بلي تعطلات بزاف على شي خدمه، موراها مباشره بدلات حوايجها بالزربه وطارت تلاقات عمها في واحد المكتب. ما فاش عرف عاوتاني سينات في الضحيه ديالها قبل ما تصفيها ليها ما عجبوش الحال. حاولت تشرح ليه، قالت ليه بلي هذا هو الحل اللي عندها باش توصل لويس، ولكن والو. قال ليها صافي ما بقى غادي يكلفها بحتى شي مهمه اخرى، وودعها وتحرك. داني ملي مشات كاتالينا خرج يتقهوى مع واحد صاحب، وما كيديو يجيبو في الهضره بدا كيعاود لي عليها كيوصفها ليه ووراه تصويرتها كاع. ولكن فاش سولو صاحبو منين هي وشنو كدير في حياتها، قال ليه ما كنعرف عليها حتى شي حاجه. كيفاش ما كتعرف عليها حتى شي حاجه؟ وما مازال كيهضروا ضرب داني على الديباناج كتهز ليه الطوموبيلتي وخلى التليفون حدا صاحبه وخرج. صاحبه اش غندير ما ندير؟ انا نقلب لصاحبي عليها. هز التليفون وصيفط الصوره ديالها لوحده خدامه مع البوليس قال لها تبحث لي عليها. ديك خدنا مع دخلات الصوره ديالها في السيستم انطبقات مع الصوره اللي تقلب بها روسمان، وفي البلاصه وصلوا ميساج في البيسي بلي هاد البنت هي نفسها اللي كانت محبوسه في قسم ليله ديال الجريمه. من بعد مده قصيره قدر روسمان والفريق ديالو يوصلوا للمصدر ديال الصوره اللي هو تليفون داني. ديك الساعه بداو كيراقبوا. النهار الاول ما كاين والو، النهار الثاني حتى هو والو، وحتى بداو كيفقدوا الامل وهي تصل به واحد الصباح. وهما كيهضروا قدر روسمان يحدد العنوان ديالها، وديك الساعه خدا معاه الصوت وقصده. وسط الهضره ذكر داني باللي كان صورها الصباح وهي ناعسه. كاتالينا سمعت هاد الشيء ضربها الضو، وهي كتسول واش ورى الصوره لشي حد، ضربات في الكاميرات على الصوت طالع للعماره اللي عايشه فيها. ديك الساعه خدات الفرديد ديالها من تحت طبلها، تلقات الفريخ اللي مربيه خرج، وهزات الساروت ديال واحد البارتما حداها وعلقات. الصوات غيكونوا حاصروا العماره كامله. قلت ليك البق ما يزهق. وهما تيركبوا متفجرات في الباب ديال الشقه اللي عايشه فيها، دخلات لواحد الشقه اخرى جبدات سلاح ديال القنص كانت مخبعاه تما، زرعات متفجرات في الحيط اللي بين لاسونسور والبارتما، ومع فجر الصوات الباب ديال البارتما ديالها، فجرات حتى هي الحيط باش ما يسمعوا الصوت. وهما كيقلبوا عليها في الغرفه ديالها، هبطات من الحبل ديال لاسونسور الباركينج، من تما دخلت المجاري، هاكا قدرت تعلق ليهم. من العماره اللي عايشه فيها تحركت نيشال دار عما تعاود لي هادشي اللي وقع. ولكن ملي وصلت لتما لقات ماركو صفاها لي وصفاها حتى لجداتها. خدنا شافت هادشي الدنيا دارت بيها، بدات كتبكي كتندب على زهرها المكعور، وغيبان بلي غترون. سال النهار جا الليل، وروسمان في دارو كيطيب العشاء، واحد اللحظه طال المورال لقى كاتالينا منيشه فيه. دير هاه ولا هاه نطير لحبك الشقفه ديال راسك، زيد زيد جلس في داك الكرسي.
ما حط مسعودة البرودة تسمع قنبلة فعلات وغتكون زرعة لي وحدة تحت الكرسي وإلا مشى حتى ناض غات تسمع ديك بوم. سولها شنو بغات، أول حاجة عودت لي القصة ديالها كاملة، شرحات لي علاش كدير هاد الشي. في الأخير قالت لي بلي عنده 24 ساعة يحضر لها العنوان ديال اللواس ولا غتصفي لعائلته، ووقفت القنبلة وتحركت. صاحبنا مع من شحال هادي هو متبع القضية ديالها، عارفها مزيان شنو كتسوى ومتأكد بلي إلا معطاهاش العنوان ديال اللواس غتصفي لعائلته. داكشي علاش مع طلع الصباح قصد البيرو ديال ستيفن، عاود لي البلان اللي وقع ليه مع كاتالينا وطلب منه يعطي العنوان ديال اللواس، ولكن ستيفن رفض بمرة. هي يشرح ليه قال لي بلي غتقتل لي عائلته، ولكن والو. وروس من خارج من تما اتصلت به كاتالينا، يلا بغى يقول ليها بلي ما بغاش يعطيه العنوان، ضربات قرطاسه في الصوره ديال ستيفن، وقالت روس من يقول ليه بلي الا ما عطاهش العنوان القرطاسه الجايه غتكون في راسه. ستيفن ملي شاف القرطاسه كان شويه غيديرها في حوايجه، وديك الساعه عطاه العنوان ديالو. كاتالينا مع خذات العنوان دازت المخبأ ديالها، هزات الاسلحه اللي تحتاج، خذات معها دوك جوج كلاب اللي مربيه، وقصدت الفيلا اللي عايش فيها لويس. لويس كان مجمع مع الرجال ديالو كيفكروا فين ممكن تكون مخبعه، حتى دخل عليهم صاروخ وكات تسمع ديك بوم. مور الانفجار مباشره شبك القرطاس والدعوه غترون. ماركو عرفها هي خدا لويس خبعو في واحد البلاصه ورجع يعاون الرجال ديالو. قلت ليك ختنا كطير غير بوحدها محاميهم كاملي، كل مره مين كتخرج ليهم كيكونوا ساهين حتى كيسمعوا ديك الترر، وهذاك الصوت يكون اخر صوت سمعوه في حياتهم. صفات الحبهم كاملين، ومن اللي بقى غير ماركو لحد سلاح وشبكاتها معاه ليك، بقاو دقه فيا دقه فيك. ماركو حتى هو كان كيطير، دخل ليها شي دقات مزيانين، خلقها بواحد الجفاف كان تما، وحتى قال صافي غلبها، وهي جبت الصمتة دوراتها ليه لعنقو، جرات حبو ضرباته مع الحيط، وهو كيهز الفردي تيري فيها، طارت لي على يدو حيدات لي الخزان زرعتو الحبو في عنقو. لويس من اللي خرج من المخبأ ولقى طايح كتر من نايض، هبط كيطير الكراج ركب في الفرقون الوحيدة اللي بقات تما، وعفات. صاحبنا قال مع راسو صافي فلت، ولكن من بعد مسافة قصيرة صون التليفون، جاوب لقاها كاتيا. بدا كيضحك، كيقول ليها بلي عيات ما الطير في الأخير هرب ليها، ردات عليه بلي ما هرب ليها ما والو، بالعكس هو دابا في البلاصة اللي بغات يكون فيها. كيفاش؟ طل موراه غادي تفهم كيفاش. طل موراه لقى الكلاب ديالها عاصرين عليه، وغتكون فجرات كاع الطوموبيلات، وخلات غير ديك الفرقون طلعتهم وسطها. ما بغى يعلق من الفرقون قالت لهم أطاك، وإنا لله ودا الدحمان. بهادشي قدرت اخيرا تنتقم لعائلتها من بعد سنين ديال المعاناة. في الاخير اتصلت بداني ودعاته وجدات الكارت بدا حياة جديدة في شي بلاصة اخرى. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهاية القصة. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. هذه انستغرام ديالي، كان معاكم يوسف، نتلاقاو في فيديو الجاي. بيس.